أسامة عبد المجيد، الزناري أمامية مش مظبوطة، لكن زيزو ضغط وخدها واستعدها. عاشور هيشوط، عاشور يشوط، عاشور 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 عاشور، صاروخ موجه، صاروخ موجه من قاعدة إطلاق الصواريخ البيضاء، باتريوت من إمام عاشور. مهما تلف ومهما تدور مفيش غيره إمام عاشور، يحل كل المشاكل، يحل كل المشاكل، يفك كل الشفرات. شوف الكرة منين، مش ممكن يباغت، يغالط، يخادع محمود جاد ويتألق ويسجل أول أهداف الزمالك في هذا اللقاء، وأول أهداف هذا الموسم، وأول قذائفه الناجحة هذا الموسم إمام عاشور. فاكرين من موسمين في نفس الملعب، نفس المكان، نفس الفرقتين، وإمام عاشور سجل أيضا هدف لا ينسى في شباك المصري من قذيفة أخرى من خارج منطقة الجزاء. يعيد 2-1 في الركنيات للمصري، تاني ضربة ركنية للمصري في هذه المباراة، اتلعبت على الأرض المرة دي. حسن علي يردها مرة تاني، إلياس جيلاسي علي جوه منطقة الجزاء ورأسية، جول التعادل. التعادل يأتي من سطيف رأسا، يأتي من الجزائر رأسا، عبد الرحيم دغموم برأسية، يعيد المصري من جديد ويعيد المباراة إلى نقطة البداية وإلى نقطة التعادل مرة أخرى. دربكة وزحمة في منطقة جزاء الزمالك، إلياس جيلاسي يزبطها على رأس عماد الدين بوبكر. ده هدف جزائري خالص، هدف جزائري 100% من عماد الدين بوبكر الجزائري أولا، ثم إلى عبد الرحيم دغموم الجزائري الآخر ثانيا. يتعادل المصري 1-1 في الدقيقة 35. التعادل الإيجابي مستمر، نفس نتيجة الشوط الأول من هذه المباراة، وما فيش ولا تعادل في الأسبوع الخامس حتى الآن، كان لابد من وجود فائز ومهزوم. زيزو، إمام عاشور، مصطفى مرة تاني إلى زيزو، عرضية خطيرة جدا، جول جول جول. عمرو السيسي يفتتح سجله التهديفي بالألوان البيضاء، بالفانيلا البيضاء والخطين الحمر، أول أهداف عمرو السيسي مع الزمالك. الهدف الثاني أصيب عمرو، أصيب عمرو، سلامات سلامات سلامات، ألف سلامة. أهم حاجة، أهم حاجة، نزل طبعا فورا الدكتور محمد أسامة، فرحة زملكاوية في المدرجات لن تكتمل إلا بالاطمئنان على عمرو السيسي. أهم من الهدف وأهم من النقط وأهم من كل شيء، لكن هو خد خبطة، خد خبطة قوية. لكن شوف عرضيات زيزو، يعود من جديد زيزو، يصنع زيزو، يقدم الهدايا، يرجع لمكانه، يرجع لأصله، يرجع لعدلته ولوضعه الطبيعي. وعرضيات دواء، دواء من أحمد مصطفى سيد زيزو، عرضيات دقيقة جدا، مسجلة بعلم الوصول، بتروح باسم صاحبها، المرة دي خارجة من رجل زيزو، من قدم زيزو اليمنى، مسجلة ورايحة على عنوان عمرو السيسي عند أقصى القائم اليمين، بعيد عن محمود جاد وبعيد عن الدفاع. يحط رجله عمرو السيسي ولا ايه؟ عمرو بره اهو بيجرب نفسه وبيستعد، هنشوف هيقدر يكمل ولا. ادي عمرو السيسي بيلف الملعب هناك اهو، عايز ينزل من نص الملعب، ياخد الاذن من الكابتن امين عمر، سمح له الكابتن امين عمر ونزل وعاد عمرو السيسي من جديد، واكتملت الصفوف البيضاء. كعب رائع، كعب رائع، والتعادل مش ممكن. الرد السريع، الرد السريع، احمد الشيخ وهدف بلياردو في الدقيقة 60، أحمد الشيخ بالقدم اليسرى يعمل 1-2 رائع، ويستلم ويشوط ويسدد أرضية زحفة، وبمساعدة القائم يتعادل المصري 2-2.
ايه المباراة دي؟ ايه الاثارة دي؟ شوف الكرة لعبها في الزاوية الضيقة، راح عليها صبحي، لكن احمد الشيخ استلم وفورا ما فكرش مرتين، ياخد القرار وبرجله الشمال يسدد من جوه منطقة الجزاء، ارضية زاحفة بلياردو مع اكتمال الساعة في هذه المباراة. نعود من جديد